ومن الجزائر ينضم إلينا مراسلنا كريم قندولي. كريم، لحين انتهاء اجتماع المعارضة كما فهمت منك، هل من تصريحات جديدة؟ لا يا داليا، لم تبقى هنالك تصريحات كثيره، لكن على العموم كل الاتجاه العام يعني تم بسطه وقوله في اول الكلمه الافتتاحيه لرئيس حزب جبهه العداله والتنميه عبد الله جاب الله، ولكن البقيه كلهم يتفقون حول نفس الراي ونفس يعني المنطق على ان هذه الحكومه غير شرعيه، وهذه القوه التي تسير ايضا الدوله غير شرعيه، وبالتالي يطالبون بإزاحتها فورا ومواصلة الشعب لهذا الحراك ودعم دائما المؤسسة العسكرية في يعني مسعاها لتفعيل المادة 102 رفقة المادتين السابعة والثامنة. طيب كريم، بتزامن مع ذلك، ما هي آخر التحركات الحراك الشعبي؟ هل من جديد؟ نعم داليا، حتى الآن يعني هنالك تجدد للمظاهرات على مستوى ساحة البريد المركزي، هذه الساحة التي أصبحت أيقونة للحراك حاليا، حيث يتجمع المئات هناك للمطالبة أولا والرفض هذه الحكومة التي أفرج عنها قبل يومين فقط، والمطالبة بتحركات أكثر جدية وأكثر ملائمة أو ملائمة للحراك الشعبي الذي انطلق منذ 22 فبراير. هؤلاء الذين اجتمعوا في ساحة البريد المركزي وأكدون بأن السلطة لا تزال متعنتة في رأيها. كل من قابلناهم، هنالك مجموعة من الفريق الصحفي المتواجدة هناك لقناة الغد، وأكدوا لهم بأنهم سيواصلون هذا الحراك إلى غاية الجمعة المقبلة أيضا، مع الخروج ربما بشكل أكبر من أجل توجيه رسالة قوية للسلطة وبشكل خاص الرئاسة التي حتى الآن حسبهم يعني لا تستجيب لمطالب التغيير. لكن على مستوى أيضا التطورات الميدانية، هنالك إشعار بإضراب عام في أيام 7، 8، و9 أبريل المقبل، وذلك عبر جميع تقريبا المؤسسات المهمة خاصة الموانئ والمطارات وشركة سوناتراك وسونالغاز، وتحت يعني إشعار أو أقول هذا الإشعار كان من طرف الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، أي كل تقريبا الشركات المنتجة ستدخل وستنضوي تحت هذا الإضراب العام حسب ما قيل لنا من طرف رئيسها ومن طرف أيضا الأمين العام لهذه الكونفدرالية، وستصعد لهجتها إن لم تستجب يعني هذه السلطة إلى مطالبهم بإضراب آخر سيكون لخمسة أيام، وذلك بدءا من 14 أبريل، ثم بمسيرة شعبية يوم 7 أبريل، أقول لتطبيق المادة أقول 7 من الدستور يوم 18 أبريل، وهو يعني موعد يعني إلغاء هذه الانتخابات من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. إذن رفعوا جملة أيضا من المطالب، هي المطالب أقول إقالة المجلس الدستوري، رئيس المجلس الدستوري، وإقالة رئيس البرلمان، وتشكيل حكومة توافقية أحسن من هذه الحكومة التي قالوا أنها لا تمثلهم وأنها يعني امتداد لمراوغة السلطة. إذن سنبقى معك في ضوء أي تطور. شكرا جزيلا مراسلنا من الجزائر كريم قندولي. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.